السلام عليكم. تعرف على ثلاث لاعبين الجدد في المنتخب الوطني الجزائري، زروقي، طوبة وخاسف. دخل مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ثلاث أسماء جديدة في التشكيلة، وهم رامز زروقي وأحمد طوبة وأنوف الخاسف. رامز زروقي 22 سنة، منصب وسط ميدان، لاعب نادي توانتي الهولندي. في أول موسم له كمحترف خرج مدرسة أجاكس أمستردام، قدم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم. اللاعب يمتلك نظرة لاعب جيدة، ستجدون رابط مهارات اللاعب في صندوق الوصف. اللاعب الثاني هو أحمد طوبة، وهو مدافع محوري 23 سنة من فريق والويرك الهولندي. لعب في جميع أصناف المنتخب الوطني البلجيكي، كما لعب في الدوري البلغاري وحاليا في الدوري الهولندي. اللاعب الثالث هو نوف الخاسف، 23 سنة، مدافع يسار، ليخلف فارس فريق تونديلا البرتغالي. شارك في 19 لقاء هذا الموسم، كما لعب سابقا في نصر الحسيني.